من اللقاءات مع نجوم الفريق النهارده، وبنبدا بحماده الفيل. يعني حماده النهارده اداء اكثر من رائع الشوط الاول، لكن كنا طمعانين في سكور اكبر من كده الشوط الثاني، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، والاول برحب بالكابتن وسام وضيوفه. والله الحمد لله على الاداء، والحمد لله احنا عندنا ضغط بقالنا من اول الموسم بنلعب واحنا مضغوطين، والحمد لله يعني على المكسب، ونعوض ان شاء الله في اللي جاي. يعني ابرز اللي الكابتن احمد سرق لكم بين الشوطين، ان هو كان بيحذركم قبل المباراه ان فوزنا بالدوري لكن المباراه دي مهمه ولازم نكسبها. اه طبعا، مع احترام نادي الزمالك بيبقى مباراه ثانيه، بيبقى دايما مع عند جمهور نادي الاهلي بيبقى مباراه ثانيه دي، والحمد لله ان احنا كسبنا يعني، ونوعد الجمهور ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. اللي جاي بقى شايفه ازاي؟ يمكن انتوا فرقه من اكثر العصر المباشره في القطاع، يعني شايفين اللي جاي شكله ازاي ان شاء الله بالنسبه لكم؟ والله احنا بنعمل خطوه خطوه، احنا دلوقتي خلصنا عندنا ماتش تاني، وفي لعيبه رايحه المنتخب من بكره ان شاء الله، وعندنا بقى نركز بقى ان شاء الله بعد المنتخب في ان احنا نطلع درجه اولى، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا حماده وتوفيق ان شاء الله. حبيب. كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا، ومعانا يعني هداف البطوله زي ما بنقول عبد الوهاب علي، يعني هو اصر قال قبل التسجيل قول لكابتن اسامه معاك عبد الوهاب علي هداف البطوله. يعني ابو وهاب الف مبروك الفوز النهارده، والف مبروك البطوله. الحمد لله، طبعا النهارده مكسب مهم مع نادي الزمالك، والاداء كان كويس الحمد لله، فكان في ايدينا نكسب اكتر من كده الحمد لله، بس وربنا يكرمنا كده. النهارده خلصنا يعني الحمد لله، في ماتش ثاني عندنا الجمعه ان شاء الله باذن الله، والحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. برحب على الكابتن اسامه والكابتن حشيش والكابتن احمد بلال وكل الضيوف اللي معهم، وبرحب بيهم يعني كده والله، وسعيد سعد بيهم يعني. ابو هاب، يمكن زي ما قلنا انت هداف البطوله، لكن شايف اللي جاي ان شاء الله، يعني احلامك في المستقبل ان شاء الله؟ والله انا كان نفسي طبعا نلعب ماتش النهارده طبعا، بس الحمد لله ماتش المقاولين انا بعد ماتش كان عندي شد في السماله، وراح لعبت عليها ماتش، فعندي مزق، عملت اشعه وكده طلع عندي مزق في السماله وكده، فكنت نفسي والله نلعب الماتش، فانا وقع من بره بصراحه كاني انا عايز انزل، يعني كنت انا من بره عايز انزل وعايز العب والله. ان شاء الله تعوض في اللي جاي، وان شاء الله تكون مشاركه مباراه القمه، تبقى ان شاء الله من اسباب الفوز ان شاء الله باذن الله. باذن الله، شكرا لهم ان شاء الله. مكملين لقاءاتنا كابتن اسامه معانا، يعني اتفضل. الف مبروك الفوز النهارده، يعني طه محمود، يعني الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره. الشوط الاولاني كنتوا اكثر من رائع، الشوط الثاني كان فيه تذبذب في المستوى النهارده، يعني ايه اللي حصل في المباراه؟ يعني الحمد لله احنا الشوط الاولاني طبعا نازلين بحماس، نازلين بقوتنا كلها، الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب 3 اهداف. بعدين الشوط الثاني بقى زي ما تقول كده، ايه اللعيبه يعني ما بين الشوطين بتهمد فبيقعوا، فيعني الزمالك بدا يمسك كوره يلعبنا، فبس الحمد لله يعني جت على كده، والحمد لله يعني كسبنا 3-2. يعني الكلام كان مع كابتن احمد سراج والجهاز وكابتن فتحي مبروك رئيس القطاع، يعني اتكلموا معاكم في قبل المباراه، انا شايف تجهيزاته كنتوا مهتمين جدا بالمباراه وخايفين ان فرحه الفوز بالدوري النهارده تطغى على المباراه. طبعا احنا كاسبين الدوري من ماتش المقاولين، في نفس الوقت احنا مركزين في كل ماتش، يعني الحمد لله هارد لك في ماتش الحرس، بس في نفس الوقت الزمالك كنا مركزينه زي اي ماتش، وثلاثه بونت زي اي ثلاثه بونت، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب والحمد لله. شكرا وبالتوفيق في الجاي ان شاء الله. شكرا كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا من هنا بعد انتهاء مباراه الاهلي والزمالك بثلاث اهداف مقابل هدفين، وان شاء الله اللي جاي كله انتصارات ونحقق الفوز، ويفضل دايما النادي الاهلي رقم واحد. الكلمه دي كابتن اسامه.